السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كفى وسلام على عبد الذي مصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، إلى صحيح البخاري. صحيح البخاري ثم جملة اعتقاد السلف ثم اعتقاد الإمام المنبل في الرد على الحنابلة الجدد على ما زعموا، وتبين أن هؤلاء أبعد الناس عن أحمد، يعني هم يدعون حنبلية ولكنها غير سوية، فنقول لهم نحن أولى بأحمد منكم، أين أنتم من أحمد؟ نعم إخوتي الكرام، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. مع حضرتك يا سيدي. الرقم 2708. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. آمين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: كتاب. قال: الصلح. قال: باب. إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال الإمام عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع، نعم، مسقط الأثبات رواه الله الجماعة. أخبرنا شعيب. شعيب هو شعيب بن أبي حازم. شعيب بن حمزة. ابن حمزة. آه. من السقاط الأثبات رواه الله الجماعة. هذه سلسلة مشهورة، أبو اليمان شعيب عن نعم. أمير المؤمنين في الحديث، نعم، رواه الله الجماعة. تفضل. قال: أخبرني عروة بن الزبير. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الفقهاء السبعة، وهو من أعظم تابعين عبادة وتقوة وحفظا وإتقانا، وكان فقيا محدثا، وقال: شام أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان قواما لليل. رضي الله عنه وأرضاه. الزبير هو من حواري رسول الله، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا. قد شكاوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في انفراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير. ثم أرسل إلى جنب. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، آن كان أن كان ابن عمتك. قال: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب. ثم قال: اسكي ثم احبس حتى يبلغ الجد. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير رحمه الله: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه ما يعني هذا الباب أو هذا الحديث فيه جمل كبيرة جدا وكثيرة مهمة، الأصل فيها أيضا فقهية وعقدية. الباب في التبويب: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى. وهذه فيها فضل الصلح. حياكم الله، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم السؤالين. فهنا أشار الإمام، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، هذا نص موافقة أو مطابقة الترجمة للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك، يعني أعطاه مصالحة، أنت نعم الحق لك ولك أن تأخذ الحق، خذ ما يعني يكون كفاية لك ثم بعد ذلك حول إلى 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 جارك، ثم أرسل إلى جارك. هذه المطابقة إذا أشار الإمام بالصلح. أبى، فلما أبى جعله يستوعب كل حقه، جعله يستوعب كل حقه، لا يترك شيئا له، يستوعب الحق ثم بعد ذلك يحيل، جعله يستوجب كل حقه. في هذا الباب الحديث فيه مسائل، يعني الترجمة صحيحة وإن أنكرها بعد ما أنكرها كالداودي وغيره، فالترجمة صحيحة، لأنه حض أولا للزبير على الفعل المعروف والإحسان، ثم بعد ذلك لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم جعله يستوعب كل حقه.
لا سيما انه قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول زبير نزلت في وفي الانصاري الذي غضب زبير. يقال بانه كان منافقا، وقيل ليس منافق ولكنه خرج منه ما قال بانه قال للنبي يعني ان كان ابن عمتك. طبعا هذا الكلام كلام خطير، يعني لو لم يكن منافقا يكفر بذلك، لانه التعريض بعدل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا تأمنوني ولا أؤمن ما في السماء. المهم أن الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجل من الأنصار وقد شهد بدرا، وهنا لما قال قد شهد بدرا فيها دلالة أنه ليس من المنافقين، ولذلك قد تغمر في بحر حسناته، لأنه قال قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها أولا المخاصمة والمحاكمة لا تكون إلا للأعلم والرجوع إليه، وقد قلت قبل ذلك نجاة الأمة مرهونة بالأعلم، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني إن أمروا أعلمهم نجا وأنجاهم، وإن أمروا أجهلهم هلك وأهلكهم. فهنا أمروا الأعلم، فالأعلم هو الذي يدور حوله الأمر، والأعلم هو الذي يكون به يعني طوق النجاة، والاختصام لا يكون إلا الأعلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولذلك قالت عائشة عندما رجعوا لها عند الاختلاف قالت على الخبير سقط، على الخبير سقط. وعمر الخطاب قال لا يراجعني أحد بعد قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان استقيام به كلاهما، ولكن كان الأقرب أو الأول هو الزبير يمر الماء عليه، ثم ذلك يرجع إلى أو يسحب الماء إلى صاحبه إلى جاره. فقال رسول الله للزبير اسق يا زبير، هذا أصلا هذا حقه، قال اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، يعني أنت تسقي وتأخذ الكفاية ثم تترك الزيادة وتذهب به إلى جارك. اسق يا زبير يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري، وانظر هنا عندما يغضب المرء وهنا محل الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأن المرء إذا غضب يمكن أن لا يركز، وممكن أن يخرج عن عقله ما يعني يخرج منه ما لا يستطيع أن يتحكم فيه بلا إرادة. قال فقال له قال اسق يا زبير يا زبير ثم أرسل إلى جارك. غضب الأنصاري، والغضب هنا الغضب لم يكن لله جل في علاه، ففيه ما فيه من يعني الخسران، فيه ما فيه من الطغيان، فيه من البغي، وفيه ما فيه من القرب من الشيطان لا من الرحمن. ولذلك واجب على الإنسان الذي يغضب أن يتحكم في غضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ورواية أنه إذا كان قاعدا يقوم، إذا كان قائما يقعد، وأن يذهب يتوضأ، كلها روايات ضعيفة لم تصح النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغضب الأنصاري فقال رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني أن كان ابن عمتك أنت بذلك كأنك تعرض بعدل النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد اعدل، إنها قسمة لا يراد بها وجه الله، هذا الخبيث البئيس التعيس كفر الساعة وهو لا يدري. فقال له ومن قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ثم قال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا، وفي رواية قال خبت أنا خبت وخسرت إلا ما أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قام عمر أو قام خالد فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه. يخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لو أدركتهم، انظر هنا، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد إرم وعاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب أهل النار، وقال طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. ولذلك شوف هنا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم تعريضا أو إن كان ابن عمتك، يعني يكفر بهذه الكلمة، الكلمة هذه يكفر بها، لكنه لما غضب سلط الغضب على عقله، الإرادة لم تتبين وتغمر في بحر حسناته، لأن الله جل وعلا اطلع على البدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله يا محمد كان الله في عونك فديتك حبيبي فديتك رضي الله عنك. فلما تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وهنا النبي غير أي أحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم القضاء عند الغضب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يعني عصمه من أن يتحكم فيه الغضب وهو يتحكم في الغضب، لكن غضب النبي بشر.
غضب النبي فتلون وجهه، يظهر احمرار في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. يعني جعله يستوعب كل حقه لا يترك شيئا، جعله يستوعب كل حقه لا يترك شيئا. قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر، فاستوعي يعني خذ كل حقك. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حكم بالعدل، هو الاول حكم بالمصالحه وجعل الزبير يغض عن بعض طرف، يغض الطرف عن بعض حقه، فلما اغضبه وقال ان كانت نعمتك حتى لم يرضى بالمصالحه، فقال اسقي يا زبير. وفيها ايضا تعنيد وفيها ايضا تاديب لمن قال له ذلك من اجل ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم الا بالعدل، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الله جل في علاه وإنا أرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يمكن أن يظلم، لا يمكن أن يطغى، لا يمكن أن يغضب إلا لشرع الله. وطبعا هنا الغضب لشرع الله لأنه معنى أنه يقول له ذلك وهو بقطع يعني كأنه لا يأمن وهو أمين من في السماء. وقلت لعل الغضب تسلط على رأسه فكانت الإرادة لم تكن ظاهرة في ذلك، لم يكن مستحضرا إرادته، ما استطاع أن يتحكم في نفسه حتى تكلم بهذه الكلمة وتؤمر في بعض الحسنات بإذن الله تعالى. محمد شحاتة الله يرضى عنك سيدي وتجارسي، أحسن الله عليك يا حبيبي، رفع الله مقامه. فقال له اسق يا زبير، قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حق الزبير، يعني قال للزبير خذ حقك لا تترك منه شيئا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير براي سعه له وللانصاري، لكن لما احفظ الانصاري رسول الله يعني لما اغضبه استوعى، يعني استقصى كل حق وحق الزبير، قال لا تتنازل عن شيء منه قط. وفي هذا أيضا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا غضب أن يتكلم بكلمة الحق، والنبي قد دعا قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فالإنسان إذا غضب لابد أن يكون منصفا، ولذلك احنا نقول الفجور في الخصومة من 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 سمات المنافقين، وأيضا التعالي عند الغضب والكبر والتجبر والمكابرة ليس ذلك من فعل المؤمنين، هذا من فعل الشياطين ومن فعل المنافقين الظالمين الطاغين. فأنت يعني لك أن تنثني أو تثني نفسك، ولا بد من ذلك أن تدعو ربك وكلمة الحق، ارزقني كلمة الحق، وكلمة الحق في الغضب وفي الرضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب ما أعطاه الفضلة التي أعطاه إياها، لكن قال للزبير استوعي حقك، خذ حقك كلية ثم اترك المال يذهب الى جارك. فقال عروه بن الزبير، قال عروه قال الزبير والله ما احسب هذه الايه الا قد نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر هنا علامه الايمان ثلاثه، اولا التحاكم الى الله ورسوله، لو تحاكم لغير الله وغير رسوله لا ايمان. اول ما يتحاكم فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، او التحكيم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، لا حرج في القلب، ويسلموا، ما فيش اعتراض، تسليما. فان لم يسلم تسليما فهذه علامه ضعف الايمان، فان كان وجد في نفس الغضاضه فهذا في ضعف الايمان. وهناك روايه ضعيفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه ان منافقا خالف يهوديا فقال نتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع للاثنين حكم لليهودي الحق معه. فقال المنافق لا ارضى، إني أرضى بأبي بكر، فذهب لأبي بكر فقال حكم رجل صلى الله عليه وسلم كيف ترجعون لي؟ قال هو لا أرضى، قال لا أرضى إلا بأبي بكر، فقال ترضى بحكمي؟ فحكم اليهودي، فقال لا أرضى إلا عمر، فذهب إلى عمر بن الخطاب فقال يعني ذهبت إلى أبي بكر إلى النبي إلى أبي بكر وتأتيني؟ قال ترضيان بحكمي؟ قال نعم، فدخل فقد السيف فأطاح برقبة المنافق. وأولا ترجمة قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن يحكم عليك بكتاب الله وأن تتحاكم إلى كتاب الله جل في علا. شوف الذي لا يرضى بالخير يضيق عليه والذي يشق يشق عليه. بنو إسرائيل لما سألوا عن البقرة شقوا فشق الله عليه. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع عند الخصومة إلى العلماء بل إلى الأرسخ والأعلم. وجوب الأدب عندما تخاصمنا إليه. وجوب الأدب مع وكيل النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب الأدب، فإن قلنا وجوب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجوب الأدب أيضا مع وكيله
بأبي هو وأمي. لذلك لما قال الله إن كان ابن عمتك كان هذا فيه شيء من التجاوز، لكن يغفر الله له إن شاء الله إن كان بدريا، لأنه قال رجل الأنصار كان قد شهد بدرا والمنافقون ما شهدوا بدرا. النبي صلى الله عليه وسلم يؤتسى به في الغضب وفي الرضا، وفيه أيضا أن فضل الإنسان يعرف بكلمة الحق في الرضا، في الغضب كما في الرضا. علامة الإيمان التحكيم أو المحاكمة إلى النبي العدنان أو إلى كتاب ربنا في القرآن، نعم، مع التسليم دون الاعتراض. لا تجد صدر حرج وأن تسلم مع التسليم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.